السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. السلام عليكم خواتاتي. اليوم إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه رايحين نديروا صفحتي 13 و14 من الكتاب المدرسي. حلوا معايا الكتاب وقروا معايا أوكي. هذا درس مهم أوكي. عدنا jobs and occupations. بسم الله على بركة الله نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا أقرأ وأكتشف. يعني درت لكم ترجمة حرفية أوكي. هنا غادي نقرأ لكم النص وهنا راني ترجمتها لكم. جمال the engineer. جمال المهندس أوكي. قال لكم هذا جمال. جمال is نجيبس نيبا. قال لك جمال هو جار نجيب. نيبا هو جار. He is an engineer. He is an engineer. هو مهندس. He works in an office. هو يعمل في مكتب. He designs houses and huge bridges. هو يصمم designs يعني يصمم المنازل والجسور الضخمة. huge مش big. huge يعني very big. جمال is a very active person. جمال هو شخص active يعني شخص نشيط جدا. He loves his job. هو يحب عمله. And everyone likes him. وكل واحد يحبه. In his workplace. في مكان عمله. يعني يبغوه في المكان تاع العمل تاعه. قروا معايا يا ولادي بدون ترجمة. Jamal the engineer. Jamal is Najib's neighbor. He is an engineer. He works in an office. He designs houses and huge bridges. Jamal is a very active person. He loves his job and everyone likes him in his workplace. هنا اقروا معايا حبسوا الفيديو اقروا معايا النص اوكي باش تتعلموا القراءة. بوهنايا read and repeat the words. اقرأ وكرر الكلمات. هنايا engineer. قبل ولادي نسيت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره. هاد الحروف اللي صوروهم أن نكتبوهم أن بالأحمر ينطقوا ج د د د يلاك تقولوا ج ج ج. جمال نجيب انجينير هيوج بريدجز جوب صحيح. ما قلناش جمال نجيب هيوج بريدجز لا بريدجز هيوج. جمال نجيب انجينير جوب اوكي يعني ج هذا هو الرمز تاعو. هنا عندنا engineer نجيب bridge jump اوكي. كما قلت لكم كيكون دائما في البداية ما نطقوهاش جا نطقوها ج ج ج ج اوكي. هادو جا ننطقوهم ج. هادو جا الكلمات engineer نجيب bridges a bridge وjump اوكي. نروحو هنا يا task 1. Copy the words that have the same sound as in bridge. هنايا أنقل الكلمات التي لها نفس صوت bridges ولا bridge جسر. Okay. هنا عندنا judge. ما قلناش judge. قلنا judge.
جاكيت هادين نقلوها هادين نقلوها فيلج فيلج لو فيلاج فيلج ج ننقلوها هنا جرين جرين ما ننقلوهاش هنا فريج فريج ننقلوها هنا عندنا جيفت جيفت ما ننقلوهاش هدية جيفت اوكي ما قلناش جيفت ولا ج ج ج نعاودو شان ننقلو في الكيت كراس تاعنا ننقلو جاج جاكيت فيليج فريج اما جرين وجيفت ما عندهاش علاقة بج ج اوكي بون هنايا قال لك jobs and occupations مازالنا copy the words that contain the same sound as in huge اللي عندهم نفس الساوند تاع huge نكتبوها هنا عندنا dream هنايا تعرفوا على هذه ما نكتبوهاش dream خاطش تنكتب نقاوها هكا في القاموس تاع اوكسفورد نقاوها مكتوبه هكا ركزوا معايا ولكن كان روحوا لهيوج هيوج نقاوها مكتوبة هكا ركزوا معايا احنا ينحوسوا على الأوكسفورد ديكشنري اوكي هكا نقاوها ج بصح هذه ما صبناش ج صافي جريب ما نكتبوهاش جورناليست نديروها نكتبوها جنس نكتبوها مسج نكتبوها سيرجن نكتبوها درايف ما نكتبوهاش درينك ما نكتبوهاش اورنج هادو كاع قلت لكم ما نقاوش نقاوهم كيما هكا مكتوبين ما نقاوش فيهم هادي ج حنا نحوسوا لي مكتوبه بج اوكي جيل سجن ايج جار فيجيتابلز جيرل هادو كاع نكتبوهم اللي راني درت لكم هكا تيك يعني كتبوهم girl قلنا job هنا draw ما نكتبوهاش good ما نكتبوهاش اوكي صافي واش نكتبو journalist jeans message surgeon orange gel age jar vegetables job وصاي هادو هما اوكي نروحو دروك عند task 3 ركزوا معايا وليداتي هاو ذا تاسك 3 واش نديرو ريد ذا تاكس اند فايند ذا ميستيكس نقراو النص ونحوسو على الاخطاء ميستيكس هما الاخطاء جمال از ان اركيتكت هي وركس ان ا سكول اسكو جمال هو اركيتكت نروحو نشوفو جمال از ان انجينير صافي انجينير هنا كاين الخطا انجينير اوكي عندنا هي وركس ان ا سكول هو يخدم في السكول لا هي وركس ان اوفيس يخدم في الاوفيس في المكتب عندنا خطا واحد اخر ان اوفيس عندنا خطا واحد اخر عندنا اركيتكت هي ريبيرز كارز اسكو هو يصلح السيارات هنا خطا اخر هو شيء يدير نروحو he designs houses and huge bridges هو يصمم المنازل والجسور الضخمة هنايا he hates his job يكره hates يكره عمله اسكو صح نروحو نشوفو جمال ورا he loves his job loves مشي hates hates يكره loves يحب هنا عندنا الخطأ هنا تاني هنا everyone dislikes و hates the same meaning كيف dislikes ولا hates هادو عندهم نفس المعنى يعني يكره هيا everyone like dislikes him in his workplace جاء الجميع يكرهونه في مكان عمله خطأ Everyone likes him in his work place يعني هنا عندنا الخطأ يبغوه
مشي كرهوه. عاود الترجمة: جمال مهندس معماري يعمل في مدرسة يصلح السيارات، يكره عمله، الجميع يكرهونه في مكان عمله. هنا راني ترجمتها لكم، أوكي؟ بون، هادو هما الميستيكس، الأخطاء. Read the text and complete the conversation on your copy book. قالك قرأ هادو وديرهم انت في الكابي بوك تاعك، في الكراس تاعك. Are you a doctor, Uncle Jamal؟ هل أنت طبيب عمو جمال؟ عمو جمال، يا عم جمال. هنا يا شي يقول له: No, I am not. لا، أنا لست كذلك. I am an engineer. أنا مهندس. أنا مهندس. بون، أين تعمل؟ Where do you work؟ أين تعمل؟ I work in an office. أنا أعمل في المكتب. هنا What do you do؟ ماذا تفعل؟ I design. شيدين يصمم. I design houses and huge bridges. أنا أصمم منازل وجسور ضخمة. أنا نصمم المنازل والجسور الضخمة. نعاود نقراها. Are you a doctor, Uncle Jamal? No, I am not. I'm an engineer. Where do you work? I work in an office. What do you do? I design houses and huge bridges. صحيح؟ هنايا I read and enjoy. Guess who I am. Who am I؟ نورمال. Guess who am I؟ شكون أنا؟ أخمن من أنا؟ هيا هنا يعطونا مثال: teach school. وعطوها لنا، داروها لنا. هذا معلم، يقول لك I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. I teach English at school. I am a teacher. I teach English at school. هاد دروك هادو قالوا لنا ديروهم انتوما. هنا يعطاونا examine patients hospital. هنا نديرو الجملة: افحص المرضى بالمستشفى. كي نقولوها هنا: I am a doctor. I examine patients in the hospital. أنا طبيب، أفحص المرضى بالمستشفى. أوكي؟ أنا أعطونا redirect traffic streets. أعيد توجيه حركة المرور في الشارع. من هذا؟ شكون هو؟ I am a traffic policeman. I am a traffic policeman. أنا يا شرطي المرور. I redirect traffic in the street. I redirect traffic in the street. نعاودها لكم. I am a teacher. I teach English at school. I am a doctor. I examine patients in the hospital. I am a traffic policeman. I redirect traffic in the streets. هادوما التمارين تاعنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا وفهمتوا معايا. اذا عجبكم فيديو ماذا بكم جم اشتراك في القناه اللي ما راش مشترك. ربي يحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.